هاي، ازيكم؟ احنا النهارده لسه في تارجت زي ما احنا برضو بحب اعرفكم انا فين عشان لو حد عايز يشيل الحاجات ديت. وهنفرجكم على لعب الاطفال، فرصه بقى اللي مش معانا مش هتشبط في اي حاجه، فنفرجكم بقى احنا ونتفرج معاكم بقى على الحاجات الاطفال كلها بتشبط فيها وكلها عاوزينها. فهنبدا بالحاجات الكيوت قوي ديت. بصوا عليها كيوت ازاي، ليلى بتحبهم جدا، لو كانت موجوده كانت نونو وخدته وفضلت تطبطب عليه وتشيله وتهشك فيه. فهم عاملين نونوهات بقى باشكال كتير والوان كتير، عشان هنا في امريكا ما بيحبوش يعملوا لون واحد عشان الناس اللي غامقه هتحس ان هم مثلا مش محبوبين او كده، فهم بيعملوا الوان كتير، فواتح والغوامق، وفي منهم رايحين البيتش. ديت رايحه البيتش اهي لابسه المايو بتاعها، وديت باليرينا رايحه ترقص افتكر باليرينا. وفي بقى البيبي خالص، بصوا البيبي خالص دوت وقاعد في الكرسي بتاعه عشان ياكل، جاي مع الاكل وجاي مع الببرونه والدايبر والهدوم بتاعته والحاجات دي كلها. وديت بقى صندوق بتشتروه، وجواه تلاقوا واحده من الاربعه دول، تاخدوا واحده بس، واحده صغيره عامله زي ديت كده، واحده صغيره ممكن نفتحه ونشوف ايه اللي جوه. لا مش هنعمل كده طبعا. ثم دول اهم، وبيجي معاهم كمان الشيله بتاعتهم وال يا اللعبه يا بتاع يتغطوا بيها او الكوبايه بتاعتهم يشربوا بيها، بيجوا معاها كل الحاجات ديت يعني. وديت ب$6 حلوه، يا فيها بيبي هات اهي، انوال بيبي والانوال حاجات اللي ممكن تاخدوها، بيجي معاها يعني كذا حاجه، فعامله زي مفاجاه كده للاطفال حلوه. مش عارفين هم هيجي لهم ايه، يا هي هدايا للكريسماس للعيد لاي حاجه ولعيد ميلاد مثلا. هو في بقى الاكل البلاستيك ده ليلى بتموت فيه دوت، بيبقى الاكل والمشاريب والحاجات دي بتحب تعمل نفسها بتشربه. وفي بقى منها شنطه خروج، هنا نشوف مكتوب تشايني، ده المفتاح، ده الشنطة ومعها المكياج والتليفون والحاجات دي. وفي ديت بقى شنطة الطفل فيها الدايبر والكريم والوايبس وكل الحاجات دي. وفي بقى هدوم كمان بتتباع للعرايس ديت، يعني العروسة ديت بتبقى ليها هدوم كمان تلبسها، هي دي الهدوم عشان تغيروا لها وكده. وفي كمان السترولر اللي بتزقوها فيها، العجلة بتاعتها اللي بتزقوها فيها. وفي اشكال تاني تحت برضو اهي، في منهم التوأم دول اهم، ودي ليلى بتحبها قوي، بتحب تجيب ديت لما نروح اي محل، لما بنروح اي محل تيجي تمسكها كده اهو، عامله زي الكرسي بتاع الاطفال. وتجيب اي عروسه من اللي هم اللي مش مربوطين في الصناديق ديت، في منهم بيبقوا مرميين كده من غير صندوق، وتروح حاطاه هنا وتفضل تهشك فيه وتقوله شو وتنيمه وكده. بتحبها قوي اللعبه ديت لما بنروح اي مكان بتحب تجيبها. والبتاعة بتاعت اللي بيزقوا فيها الأطفال دي برضو، عندها واحدة بتفضل تزق فيها العرايس بتاعتها. في العروسة دي كمان بتيجي معاها كل حاجة هي محتاجاها، يعني البسكويت والأكل وكل حاجة يعني. هنا شكلها برضو حلو قوي، بصوا بقى العرايس دي شكلها حلو، بصمين شعرها ازاي، شعرها بيلمع وحاطين لها مكياج، ومعاها برضو الببرونة والسكاتة والحاجات دي كلها. بصوا ده بقى، ده ايه ده بانيو، وبرده مفيهوش بيبي يعني، بس انتوا بتجيبوا البيبي وبتحطوه جواه وتحموه. ليلى برده كان عندها واحد بتحبه جدا، وطقم الدكتور ليلى بتموت فيه، يعني كل الحاجات دي ليلى بتحبها جدا. في بقى العرايس بتتكلم واللي بتتحرك، بصوا كل دول برده بتتحرك، يا دي باربي دي بتاعت كريسماس، عشان في اخت من الجزائر كانت عاوزه تشوفها، دي باربي بتاعت كريسماس منزلينها عشان كريسماس. بصوا شكلها حلوه، بس مفيش الا هي، هي تلاقي حد هتتغلط عشان ده مش مكانها، هتلاقيها في مكان تاني. بس دي كل العرايس زي ما انتم شايفين اهو، كل واحده تختلف وليها شكل وكده يعني. فهنخش على حاجه تاني غير عرايس، ما بقاش بس عرايس، هنوريكم برضو حاجه تنفع للصبيان. في كمان الاطقم ديت اللي بتتباع للبنات، عشان في بنات بتحب تلبس زي البرنسيس، زي البرنسيسه يعني. ففي دوت اللي هي بيل، في موانا، وفي رابنزل، وفي الثلاثه يعني حلوين جدا، الاطفال بيحبوها جدا يعني، بيحبوا ان هم يلبسوه ويعملوا نفسهم البرنسس ديت. في بقى الناحيه ديت باربي اهو، دي بقى باربيز بكل الانواع بتاعتها، في باربي الدكتوره اهي بتاعت الاطفال، وفي باربي اللي رايحه للناسا ومعاها بنتها كمان، اهي باربي تانية رايحه للناسا راكبه السبيس شيب ورايحه للناسا. وفي باربي اللي بتلعب كوره اهي، في باربي المخلفه، دي باربي المخلفه، وفي باربي اللي بتعمل بيديكور ميديكور، في باربي اللي بتعمل يوجا، يعني في كل انواع الباربيز زي انتم شايفين كده.
في باربي ام شعر ملون، بس ولا باربي دي شكلها حلو. وفي برضو الهدوم اللي بتتباع عشان تغيروا لها الهدوم، كل الحاجات دي اهي هدوم. في باربيز العاديه اهي، وفي برضو منها رجاله دوت كان باربي وكان اهم شكلهم. في باربي هات بقى صغيره برضو، في منها ركبه عربيه زي انتم شايفين هنا اهي، وفي معاها حصان. في بقى في حمام السباحة وحفلات وكده، في منها معها كلاب وباربيكيو وبيت، ودوت بقى بيت كامل ب$200 في 75 حتة، ده كله في موسيقى وفي الهدوم وفي كذا باربي وفي البيت والعربية وكل الحاجات دي زي انتم شايفين اهو، عشان كده هو غالي شوية. وزي ما قلتلكوا طبعا هوريكوا برضو شوية الحاجات الصبياني هنا برضو، مش كل حاجة بناتي. في بقى التراكات واللعب ديت نشوف مش شغال ليه معرفش، المفروض انه بيعمل صوت يعني. دي بقى التراكات اللعب العربيات الصغيرة اهي، وفي برضو البوليس بيشتغل ازاي مش عارفة هو بيشتغل ازاي، انا ولا هحاول اشغله بس مش عارفة هو بيشتغل ازاي. مش عارفة مش فاهمة حاجة، مش راضي يشتغل. اهو في منهم قطار يعني وبيعملوا اصوات كلهم انواع كتير يعني. في البولدوزر، وفي البولدوزر الكبير دوت يشيل العربية وراه، وفي برضو دوت بيتحطوا عليه اربع عربيات جاية مع اربع عربيات برضو بيعمل اصوات، بس هما حاطين الحتة دي عشان محدش يشغله فمش هشغلهم يعني. وفي منهم العربيات الكبيرة، ده بتاع البوليس اهو، بصوا برضو دوت البلدوزر الكبير، ودوت بالريموت اهو ممكن تحركه بالريموت. في العربيات الصغيرة ديت، وفي كمان بتوع ديزني القطر بتاع الاطفال، وفي عربية ترانسفورمرز دوت الترانسفورمرز اهو، في ده اهو عربية، وبعد كده بتعمل ديناصور دوت برضو عربية وبتقلب بتبقى ديناصور، يعني حاجات كتير. او ايه ده ترك بتاع المطافي اهو، المفروض ان هو بيعمل اصوات افتكر، بس هو بيتفتح، بصوا بيتفتح ازاي كل الحاجات دي، الطرق بتاعته لو بيتفتح بيها مش لاقيه يعني ناحية تانية، هيبقى مكتوب تراي مي لو بيتفتح، لو بيعمل صوت قصدي. لا هو مكتوب تراي مي بس مش مكتوب تدوس على ايه، بتدوس على ايه بقى شارس، مكتوب تراي مي بس هو الباب بيتفتح، انا فتحت الباب. في عربيات دي برضو اهي، بصوا دي بتاعت كارز حلوة. وطبعا الصبيان بتحب السوبر هيروز، باتمان وسبايدر مان والحاجات دي كلها، فموجودة برضو اهي باتمان اهو. وفي ناس انا معرفهاش يعني، بس مكتوب عليهم كل واحد اسمهم ايه او ايه هو. في برضو الحاجات دي، بصوا ده بتدوس عليه كده وعامل زي ما يكون طري كده. في صغيرين دول برضو اهو ترانسفورمرز اشكال كتير. وفي بقى الموتوسيكل بتاع سبايدر مان ومع سبايدر مان ويركب عليه وكده يعني، ويطير ويعمل كل الحاجات اللي سبايدر مان بيعملها. ده جزمته هو برضو كان بيطقطق او قبل كده. وفي بقى الافنجرز تحت هنا ومعها الاكسسوارات بتاعتها وكل حاجة زي انتم شايفين يعني، اللعب هنا جميله جدا وحاجات كتير قوي زي انتم شايفين اهي. وهو ده هبقى اخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم ونشوفكم في الفيديو الجاي، باي.